ماتش باور والماتش او يكون عنده الهدف في الغاء يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا 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 يا جماعه فاضل دقيقتين خلاص دخل السجان ساعه خلاص مباراه نهائيه لحول الله يوم الحد في انتظار مباراه اليوم المباراه اللي احنا فيها اولمبي نعم موجود في العاصمه الرياض بين مصر امام عاشور هنا في مأزق جامد قوي بحصول كارلوس كيوش على الكيت الأحمر يلا 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 هيكل يلا هيكل هوبا ان شاء الله هنكسب امام عاشور ما يزعش واحده صاروخ اقسم بالله لو لبست في رجلي امام عاشور هطوح
بس بدري عندنا شوطين، كل شوط مدته 15 دقيقة، نقدر نعوض اللي فاتنا ونقدر نركز ونقدر نسجل هدف التقدم بإذن الله تعالى.